السلام عليكم. بتاريخ 9/10/2023 على الساعة 1:30، باعتباري موظف بجامعة تونسية، كنقدم راسي سامي الإدريسي أحد الضحايا اللي تعرضوا للاضطهاد من طرف مستشار جماعي بصفته مستشار، تصرف تصرفات بلطجية، تصرفات كيعتبر راسه أنه هو الرئيس وأنه تمر عليا في البيرو وشرق لي القميجة ديالي وعاملني معاملة لا إنسانية. وحنا ما عمرنا ما عشنا هاد الوقفة، هاد المشكلة، باعتبار أن هاد الشخص تعرف حقي بزاف وظلمني بزاف، وأنا كنمارس الواجب ديالي داخل الإدارة، قام بأخذي من فوق المكتب ما عرفت باعتباره رئيس ولا باعتباره كذا، اضطريت أنني نقاوم وندافع على راسي. والحمد لله أسباب هذه الوقفة هي أننا كنا متضامنا مع 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 معايا في صفتي أنا وصفة الأخ ديالي الزميل ديالي اللي تعرضت للتعسفات من طرف نفس العضو ميم باء ولا ميم ألف باء اللي قام تصرفات كنعتبرها أنا تصرفات لا أخلاقية ولا تمس صلة بالإدارة. وهذا التصرف كيفقد المصداقية ديال الإدارة وكيفقد المصداقية ديال الموظفين، وأنهم هذا إلا تعرض لي أنا اليوم غدا يتعرض لي واحد آخر، وبغينا حق هاد الموظفين وحقي بصفة خاصة لأنني أنا اللي اضطهدت بزاف وأنا اللي تعرضت للشتائم والسب والقذف. اليوم تاريخ 10/10/2023، كنقوم جمعية موظفي جماعة تمسية كنقوموا بوقفة احتجاجية وكنندوا على هذه التصرفات اللي كنتعرضوا لها يوميا من بعض المستشارين، وخاصة هذا المستشار اللي قلت لكم المسمى ميم ألف باء. هذا الشيء لا يمت بصلة بالأعراف الإدارية والمصداقية ديال الإدارة ومصداقية ديال الموظف. وشكرا.